تعالوا نشوف ونتابع الجداول الخاصة بالدوريات الكبرى قبل مباراة اليوم وأولى لقاءات الدوري الإنجليزي. ليفربول وولفرهامبتون. نبدأ بالدوري الإنجليزي. ليفربول في المركز الأول 45 نقطة، مانشستر سيتي في المركز الثاني 44 نقطة، توتنهام هوتسبيرز في المركز الثالث 39 نقطة، أما تشيلسي في المركز الرابع ب 37 نقطة، وأخيرا أرسنال في المركز الخامس ب 34 نقطة. نروح للا ليجا الدوري الإسباني ونتابع برشلونة في المركز الأول 34 نقطة، إشبيلية صاحب المركز الثاني 31 نقطة، أتلتيكو مدريد 31 نقطة في المركز الثالث، أما المركز الرابع ريال مدريد 29 نقطة، وريال بيتيس في المركز الخامس ب 25 نقطة. الدوري الإيطالي ويوفنتوس في المركز الأول 46 نقطة، نابولي في المركز الثاني 38 نقطة، إنتر ميلان في المركز الثالث 32 نقطة، أما ميلان في المركز الرابع ب 27 نقطة، وأخيرا لاتسيو في المركز الخامس ب 25 نقطة. نروح الدوري الألماني ونشوف بروسيا دورتموند، لكن خسارة أخيرة قلصت الفارق ما بينه وبين بايرن ميونخ. في المركز الأول 39 نقطة، بروسيا مونشن جلادباخ في المركز الثاني ب 33 نقطة، والمركز الثالث بايرن ميونخ ب 33 نقطة أيضا، ولايبزيج في المركز الرابع ب 28 نقطة، أما أينتراخت فرانكفورت في المركز الخامس ب 27 نقطة. الفرنسي المحسوم لنادي باريس سان جيرمان في المركز الأول 44 نقطة، فارق 10 نقاط ما بينه وبين ليل. صاحب المركز الثاني 34 نقطة، وأولمبيك ليون في المركز الثالث 31 نقطة، ومونبلييه في المركز الرابع 29 نقطة، وسانت تيان في المركز الخامس ب 27 نقطة. نروح للجولات المقبلة والمباريات القادمة في الدوري الإنجليزي ونشوف المواجهات. أهم المواجهات طبعا ليفربول وولفرهامبتون وأرسنال وبرنلي وتشيلسي وليستر سيتي ومانشستر سيتي وكريستال بالاس ونيوكاسل وفولهام. ويست هام وواتفورد وهادرسفيلد وساوثهامبتون وبورنموث وبرايتون وكارديف سيتي ومانشستر يونايتد وإيفرتون وتوتنهام هوتسبيرز. نروح للدوري الاسباني وناخد اهم اللقاءات، هناخد اهم اللقاءات اللي موجوده. برشلونه واتلتيك وسلتا فيجو هتكون مباراه قويه جدا، واتلتيكو مدريد هيكون في مواجهه ان شاء الله هتكون الساعه 5:15 بتوقيت القاهره، هيكون امام اسبانيول. هنشوف بقى ريال مدريد في مواجهه امام، طبعا هيكون عنده تاجيل الجوله الحاليه بسبب مشاركته في كاس عالم الانديه، وبالتالي الجوله الحاليه هيتم تاجيلها لفريق ريال مدريد في الدوري. طيب نروح للدوري الايطالي وناخد اهم المواجهات اللي موجوده في الجوله الحاليه. لاتسيو وكالياري، ميلان وفيورنتينا، وبنك اودينيزي هيلاقي بارما، ولسه مكملين هنشوف يوفنتوس هيلاقي مين في الجولة القادمة، والجولة المهمة جدا والمرتقبة. يوفنتوس هيلاقي روما في القمة، إن شاء الله يكون يوم السبت الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة. طيب خلصنا معاكم أهم المواجهات اللي موجودة في ثلاث دوريات الكبرى سواء إنجليزي أو إيطالي أو أسباني. هنروح لفصل سريع وبعديها هنرجع نكمل مع حضراتكم باقي الفيديوهات القليلة اللي موجودة معانا قبل ما نختم حلقة اليوم من وورلد سبورتس.